بنروح لملف بقى مهم جدا من جريدة الوطن، ملف الحقيقة بحيي كل زملائنا عليه، صفحة 2 و3، حكاية وطن. المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد أبرز التحديات التي أثرت على الأداء الاقتصادي وإجراءات المواجهة. اقتصاد مصر بناء وسط الأزمات، بنتكلم على الإصلاح النقدي، بدأ بعلاج تشوهات سوق الصرف، وده كان في بداية نوفمبر 2016، توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية. كمان بنتكلم على الإصلاح، خبراء الإصلاح مكن الدولة من الصمود أمام الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وأخيرا أداء الحكومة للسيطرة على ارتفاع العجز الكلي والدين العام اللي تفاقموا بشكل كبير في أعقاب ثورة يناير. يعني لما نيجي نتكلم على هذا الملف، الحقيقة ملف بنتكلم عليه على العالم كله، كان في العديد من الأزمات، أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فدي أزمات أثرت على اقتصاد العالم كله مش بس على اقتصادنا. لكن نقدر نقول وإحنا مستريحين إن خطوات الإصلاح الاقتصادي هي اللي خلت الاقتصاد يعدي من هذه الأزمات، إن هو يقدر يتعافى مرة تانية. في خفض نسب البطالة والتضخم، الدولة بتستهدف نسبة نمو وسط كل هذه الأحداث بتصل إلى 4.1% خلال العام المالي الجاري. خلينا نتكلم على خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكل. الحقيقة ده ملف مهم في وقت مهم جدا، اللي هو لو جينا اتكلمنا على الصورة الاقتصادية لمصر من 2014 لحد دلوقتي، في ظل كل ما مرت بيه مصر، مش بس مصر، احنا الناس بس لو متابعة للمشهد العالمي والخارجي هتلاقي ان كل دول العالم بتمر بأزمات اقتصادية طاحنة، مش بس مصر. بس في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة، وفي ظل أزمة كورونا اللي أثرت كتير جدا على الاقتصاد المصري، وفي ظل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية اللي جت بعدها على طول وما تبعته من الحرب الإسرائيلية في غزة، سياسة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في مصر هي اللي مقومة الاقتصاد المصري على رجله لحد دلوقتي. لكن الفترة الجاية أستاذة همت كمان فترة مهمة، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء اللي أعتقد أنها مطمئنة بقى للمواطنين أنه أزمة العملة ستنتهي خلال فترة قصيرة، وده كان أثناء جولة لي في 10 مصانع في العبور وفي العاشر من رمضان، وقال أن في 95% منها استثمارات أجنبية. من ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي اللي بتقوم بيها الدولة وخطة مصر 2030، خطة الحفاظ على سعر الصرف وخطة الحفاظ على سعر الدولار بشكل عام مقارنة بالتداعيات والارتفاعات الكبيرة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. البنك المركزي كان ليه خطوات واضحة وثابتة جدا خلال الفترة اللي فاتت، من وضع شروط أو حدود لحدود السحب والإيداع عشان نسيطر على سوق العملات الأجنبية. كان في خطة إصلاحات على المدى البعيد قايمة بها الدولة خلال الفترة اللي فاتت، وده اللي استهدف، خليني أقول لحضرتك في رقم مهم جدا في الملف ده، وهو زيادة نمو الإيرادات بنسبة 38%. في ظل الوضع اللي احنا فيه، لأ، في زيادة في نمو الإيرادات بنسبة معقولة، نسبة هتخلينا احنا على المدى البعيد حاسين بقيمة الإصلاحات الاقتصادية اللي حاصلة. كمان التوجه بتاع المجلس الأعلى للاستثمار اللي وجه بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه دور مهم جدا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي اللي فاتت، وده اللي فتح العديد من الشركات، دخول الشركات والعديد من الاستثمارات في المرحلة اللي فاتت. رغم الأزمات اللي حصلت، إلا أن مصر كانت قادرة أن هي تستمر في المشروعات القومية اللي بدأتها وبنتها، رغم أزمة سعر الصرف وأزمة السوق اللي حصلت خلال السنوات اللي فاتت، مصر كانت مستمرة في بناء المشروعات دي، ما كانش في حجم بطالة زي ما احنا كنا. أزمات كمان عالمية أثرت على اقتصادات كبرى الدول، فترة طبيعي ان يكون لها انعكاسات على الاقتصاد المصري. أكيد.